التشكيلي الكبير طه القرني، مؤكدا بذلك على أن الهوية تتفوق أحيانا على الاحتراف. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. عملت معرض السنة اللي فاتت وده المعرض التاني. هو هواية هواية جميلة ومبسوطة إن علم بقى وخبرة. ابتدت الهواية سنة 2004، ابتدت زي أي حاجة عادية، كان عندي وقت فراغ ومش لاقي حاجة أعملها، ففكرت في الهواية دي وابتدتها، حبيتها جدا. ابتدت شوية كده في حتات مختلفة لحد ما اكتشفت بقى أستاذي وهو صاحب الفضل عليا، وهو يعني هو اللي أرشدني في المعرض اللي فات، وده الفنان الأستاذ الكبير طه القرني. لماذا تنطلق الرغبة في أن نتعلم هواية ما؟ سؤال توجهنا به إلى الفنانة التشكيلية رندا إسماعيل في محاولة لمعرفة مدى هوايتها التي جعلتها تقوم ببناء هذا المعرض في محاولة لطرح ألوان جديدة وأشكال جديدة، ربما بدافع الهواية أو إشباع العقل. من داخل معرض الفنانة التشكيلية رندا إسماعيل، إيمان الشمية لكاميرا النشرة. وأخيرا إليكم هذه الدعوات لسهرات فنية وثقافية غدا.